معكم بيير كرام نحيت، بس كمان عندي فوندري بصب برونز. هلا بدنا نجرب نفرجي البروسيس تبع صب البرونز. هيدا القالب من سيليكون لمنحوته معموله كانت بالطين. هلا بدنا نمدها من الشمع، يعني بيكون تمثال بالطين هلا بصير بالشمع. هيدا الشمع بدوب بعدين ومحله بيجي البرونز. وقت رجعت انا درست برا، تخصصت بالاكاديميه الاوكرانيه، برا تعلمنا كل شيء، صب البرونز والصخر وكل الاشياء اللي لها علاقه بالجفصين، كل شيء له علاقه بالنحر. عندنا المعلومات وعندنا الخبره اللي اخذينا من الاكاديميه، بلشنا ننميها هون شوي ونعمل تجارب. وصلت انه صب كل منحوتاتي، حتى صاب بكثير منحوتات لزملاء لإلي. في اعمال بتاخد بالسنين، سنتين، حسب الموضوع وحسب ضخامة العمل وحسب المادة. منشوف الصخر او البرونز هي ذاتها منحوتة بتبلش بالطين، بس تخلص بالطين وتصير جاهزة منشلها قالب سيليكون مثل هيدا اللي هون فرجاني. هلا اذا بدنا نعملها بالصخر منصبها جفصين ونرجع مننحتها بالصخر. هيدي جفصين وهيدي الصخرة. هلا بدي انقل هاي المنحوتة لهيدي الصخر. في هيدي الميزوبوان بسموها، مكنة بتقيس الأبعاد الثلاثة، إلا ثلاث نقاط تثبت، وهون في ثلاث نقاط على الصخر. بحركها بشيل نقطة هون، تنقول بحركها بعدها بجيبها لهون على الصخر. كمان في ثلاث نقاط بصير قربها، إذا دقت بالصخر بصير كسر كسر كسر، منشان هيدي تلقط هون، هي زيت النقطة بتطلع. خلصنا الشمع، عبيناه بالرمل للقالب، هيدا الرمل. هلا عم بفتح الفرن. بيطلع عنا الشمع. هلا من بعد هيدا المرحلة بس نفتح القالب، أكيد منروتش نظبط كل شيء، كل الدفو اللي طالع بالتمثال، كل الاشياء بتتظبط قبل ما يرجع يتغطى بالرمل الخصوصي مشان يتحمل الحراره. هلا البرونز هو هيدا الشمع يلي بصير برونز. هذا الشمع بدوب ومحله بفوت البرونز. صبينا الرمل بقلب القالب، هيدا الرمل، وفتحنا القالب وعملنا الرتوش، حطينا هيدي تنفيسي للمجموعة. هيدا لأنه حجمه صغير رح فرجي الأقنية تبعه من هون، من تحت، من هون بيطلع الغاز من تحته. بدنا نبقى نحضر مشان نسكر ونغطيه مشان الصب. جوا رمل، مليانة رمل هي، ومن برا كمان بطية رمل، ولا التنفيسات هولي فوتها على النار، صارت هي قلبان بدوب الشمع وبينزل من تحت. هلا انا بحطه هيك، بعدين وقت بدي صبه ببرمه، بدور البرونز وبكب من تحت هاي الجوره اللي فرجيتك اياها. من هونيك بكب البرونز بفوت فيها بيعبيها. هلا هيدا خلصنا مد الشمع بقلب القالب. هلا بدنا نسكر الجهتين على بعضهم، نسكر الزيح اللي بيفصل بين الشمع ونرجع نعبيها رمل. هيك بيكونوا الشقفتين صاروا فرد شقفي. هلا هيدا القالب صار جاهز انه نعبيه الرمل. هلا هيدا من بعد ما سكرناه بالشمع صار فرد قالب، حطينا له هودي بالعكس، هيدا منصبه ديركت لانه قالب صغير، منصبه ديركت. هودي بينزل منهم الشمع بس نفوته على الفرن بالوقت ذاته. نحن عم نصب هودي تنفيسات، بيكونوا هودي الاربع شمعات، وهول الاربع شمعات بنقصهم من هون، هودي رح يكونوا براغي مشان تثبيت القالب. من هون المدخل، من هون بنكب البرونز، بينزل منهم البرونز على قلب التمثال، بيعبي التمثال وبيطلع منهم الغاز. هيدا هو دورهم، هودي الشمعات، هيدي الحديدة مشان تلقط بقلب القالب. وهلا بدنا
نبلش نعبي. فرجي من جوا كيف بيتعبى الرمل، هلا بعد شوي بنفرجي كيف بيتسكر من برا وبصير جاهز. هذا كله بيروح بعدين ما بيبين. بنغسل الشمع ليكون نظيف كليا. هلا صار الفرن جاهز ليتغطى للبرونز. موصولي على الشمعات تدري، نكب هون يمشي البرونز. هلا بدنا نفرجي كيف عم نتسكر الشمع، قالب الشمع يلي بده يتحمل 1500 درجة حرارة البرونز. أهم مرحلة هلا يلي هي بدها تطبع شكل المنحوتة يلي هو بده يطلع البرونز، بدها تكون كتير دقيقة وكتير فدال. هذه كلها معتمدة مصير تردي، لأن هيدا الشمع يحترق بروح. بس نفوتها على هذا الفرن، نغطي كل المنحوتة. هلا انتقلنا لمرحلة تانية، يعني من بعد ما صورنا الشمع والرمل وتسكير القالب وحتى الوصلات الشمع، هلا عم نشوف كيف بنشويهم. بنشوي القوالب مشان يظهر الشمع، هو اسمه سير بردو، ويحترق الشمع بيروح منه. من بعد ما يخلصوا هودي على بكره ليخلصوا مش اليوم، بنشيلهم وبنطمهم بجورة الرمل وبنرجع بنصب بمرحلة المرحلة الأخيرة واللي هي تدويب البرونز وصبه بقلب القوالب. هيدي الحرارة مفروض تكون حوالي 900 درجة، يا ريت فيكم تحسوا بالحرارة لأن اللي بالصورة مش مثل اللي بالحقيقة. مشان بكرة نبلش بكير بصب البرونز، من اليوم عم نحضر الفرن. حطينا له البودرة تبع بتنظف البرونز وهلا عم نطينه، وعلى بكرة الصبح ان شاء الله بنشوفكم بكير، ساعتها بندوب البرونز وبنصب سوا بقلب، بنشوف كلنا سوا كيف بدوب البرونز وبينزل بقلب القالب. ليه بنتركهم 15 ساعة؟ لأن يظهر الشمع، هو أول 3 ساعات تقريبا بكون ظهر الشمع، ما بقعد في شمع، بس بضل في ريحته، بضل في نتفة منه، مش لازم يبقى شيء من الشمع خالص، لازم يتبخر كليا. اهلا وسهلا فيكم، هيدي اهم مرحلة بعمل تمثال البرونز. اليوم بدنا نصب، يعني بدنا ندوب البرونز على 1500 درجة وبدنا نصبه. هلا بنشوف كل المراحل، بس هيدي بتضل الاكثر مرحلة بتشد الاعصاب، قد ما هي متعبة قد ما هي لذيذة وقد ما هي كتير حلوة. هلا سحبناهم مشان نطمهم بالرمل ونجهزهم تصيروا جاهزين نكب قلبهم البرونز. اذا في جاي بقلبهم مشان نسحب الجاي. مشان ما ينزل رمل بقلبه او جاي، بنغطي القلبين من فوق. من بعد ما شلناهم من الفرن هلا بدنا نطمهم. هلا بدي بلش حمي مشان نولع الفرن، بنحميه قبل بعدين تيولع معنا بسهولة.
هم الأوائل بالشهورة بالوقت زيت هو اللي عنا الفرن بالأربع وائل حمينا أول شيء على الغاز رجعنا هلا ولعني هلا ولع الفرن بس تحمل البودا مصبوط تصير حمراء بلش نزل البرونز عاد الفرن عاد البودا. هلا بدنا نحضر حالنا للصب اكيد التكلفه بدنا نتعرض لحراره كثير قويه ل 1500 درجه وعم نلبس جلد. بس خلي روي يحس شوي شو عم بيصير حسان. شفتوا خلصنا من الصب صب البرونز مثل ما قلنا لكم هو اصعب مرحله هالخمس دقائق هيدي بتهلك قد شغل التمثال كله سوا بس هي ألذ مرحله. هلا بدهم تقريبا شي ساعه بنشيلهم من الرمل بنصير نفتح المول تبعهم القالب تبعهم بيطلع عنا البرونز اكيد بده غسيل وبده تنظيف وبده نشر الأقنية اللي لحمناهن عليها بالشمع وضرب عن الرمل وتعتيق بالأسيد تآخر شيء تبين المنحوتة مثل ما بشكل النهائي يلي في كتير بيشوفوها بقولوا إيه هاي ما بدها شيء بس اللي هلا صار يعرف المراحل اللي تمرق فيها المنحوتة أكيد بيعرف إنه بدها شغل كتير العمل الفني عدا عن الفكرة وعدا عن التنفيذ بالطين في مراحل كتير بدو يمرق فيها التمثال فأكيد هلا قدر راح يصيروا يقدروا العمل الفني ضروري بغير الطريقة أو بغير النظرة. من بعد ما صبينا هلا وصلنا لمرحلة شلنا القوالب من الرمل من الجورة منحوتة صغيرة فتحناها تتنظف بينقص البرونز مثل ما شفتوا قصينا كل الاشياء الزايدة اللي ما بدنا اياها بالمنحوتة هلا بنرجع بنضربها بالماي من بعد الماي بنرجع بنروتش كل شيء ما بيعود مبين ولا وصلة ولا زيادة ولا شيء كله بيتنظف البرونز نرجع بنضربه بالرمل تينضف وجه البرونز يروح محل منه الكوش المحروقة نرجع اخر شيء بالاسيد بنعتقه بياخد لونه البرونز هلا ساعتها فينا نتحكم نحن باللون يا بني يا اخضر يا غميق يا فاتح من بعد ما يتعتق بنعمل له كوش من الشمع وساعتها بتكون خلصت المنحوته بنعمل لها القاعده المناسبه لها بتنحط بتنعرض وهذا اكزامبل هون نهائي خالص. هلا الزيادات هن هودي اللي بيطلعوا بقلب القالب هودي كلهم بينشالوا بالزميل بينشغلوا ما بعود مبين محلهم وكل اللي زايدين في اشياء نحن بنعرفهم ومنظبط الأمضة والأسيد وضرب الرمل بعدين الشمع اخر شيء بصير في عنا مثل هيدا الاكزوم اللي خالص من بعد ما يخلص كليا بصير مثل هيدا بنلاقي له قاعدة مناسبة لإله مشان ينعرض بشكل نهائي مثل ما عنا هيدي القاعدة واكيد بالحجم المناسب وبالسماكة. ان شاء الله يكون اخذنا فكرة موسعة عن شغل البرونز ان شاء الله قريبا مفرجيكم كيف الصخر ان شاء الله هداك كمان حياة تانية ولذة تالتي من بعد الطين والبرونز والصخر مشان هيك قلت لذة تالتي هو الصخر واكيد الصخر له اسرار وله طرق شغله يا اهلا وسهلا